وذاك طابع مستقل يجعلها تتفرد بين الفنون الهندسية الأخرى. خاطري أكشف على هذا المسجد وتفكر فيه على الآثار القديمة، لأن شيء رائع فيه وجد آثار قديمة من أجدادنا المسلمين. هاي المسلمين لبنان، هاي المسلمين لبنان تقريبا كم يبقى قارب 1200 سنة وزايد 1200 سنة. وهذه النقوس وهذا ما موجود هنا قاعد، ما حد الذي يبني مثل هذا. وهذه الكتابة في آيات قرآنية قرآنية عبرانية عبرانية يعني في المغاربة يرون القديمون يعرفوا بمرة يعرفوا، لكن نحن يعني بهم بهم بها ما نعرف شيء. وهذا ما متعلمين هذا، وهذا عاد هذا العلم ما متعلمين نحن بهو. وهذا أعتقد أنه من طول الزمان كذا زمان كذا عاد هذا محلان. وهذا كتابة محلان، هذا كتابة محلان، هذا عاد محلان محلان عظيم. هذا كله بالعربية، هذا العربية احنا ما نعرف له ما تعلمناه، هذا عربية كله عبرانية عبرانية عبرانية. وهذا جامع كبير كان يوجد في صالة. نعم. وهذا هنا في السوق، سوق كان سوق نسوق، وكان عليك بيت عليك بيت حسن حسن إمام صد بن مالك هنا هنا قريب، ولا هناك سدر هناك، كان هنا بيت قريب هنا شيء حتى مقبول مقبول هنا سعد. وأعتقد في الوقت الحاضر ما يقدروا الزين يسمع ما حد ما حد ما حد بعد ربما مسجد واحد في مسجد الشرقة بناية هذا النقص على هذا النوع على هذا النوع، وربما في الجناح مبناية نوع واحد كما هذا كين، لكن ما ريتوا سوانا يقولوا شوف كيف هذا النقوش ما بإمكانه يمكن يسوي هذا. شوف عاد كله ضايع كله ضايع وكل شيء ضايع محلان محلان، لكن ما شو هو 1200 سنة وأكثر زايد زايد. كان الإمام صد بن مالك بعده توم من مات 1200 سنة، وكان يصلي هو فيه، كان يصلي فيه مبنى قبله، وعمر فيه داخل مقص هنا وراء واحد انت جبني من دمه دمه.